طبعاً رموز مصر مهمين جداً، ومصر الحقيقة زي ما بنقول الجملة مصر ولادة، ده أكيد وعلى مدى العصور. رموز مصر قدروا إن هم كل واحد كان بيعبر عن مصر، بالذات الرموز الفنية بيعبر بتفكيره، بمعايشته، بإحساسه، بوجوده في الشارع المصري. بتكلم كده ليه؟ لأنه القناة الوثائقية المصرية الحقيقة بتحضر مجموعة من الأفلام الوثائقية المهمة اللي بتقدم فيها رموز مصر، ولكن بشكل يعني مش بس توثيقي، لا بشكل تقدر الأجيال الحديثة الآن تتعرف عليها، لأنه مش بالضرورة أن كل الأجيال بالذات أجيال الشباب ما عاشتش مثلا كل الأعمال اللي قدمت من الرموز. فبالتالي الأجيال الشابة لما تشوف بقى هذه الأعمال وتشوف الرموز هيبقى برضو في فرصة أنها تتعرف أكتر عن رموز مصر. وقفنا عند يعني اللي هنشوفه قريبا على القناة الوثائقية، فيلم خاص بالكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة. لما تسمع أسامة أنور عكاشة على طول لازم هيجي في بالك المصريين والهوية المصرية. ليه الهوية المصرية؟ قدر أسامة أنور عكاشة يغوص في الشخصية المصرية وينقلها كل شخصية كان بيقابلها أو بيشوفها أو مثل تاريخ مصر حتى وإن كانت بسيطة. فأنت بتتكلم مثلا عن أجزاء مختلفة من الشهد والدموع، ليالي الحلمية، زيزينيا، دي أجزاء يعني مسلسلات أجزاء كانت بتتكلم عن تاريخ مصر، إلى المسلسلات الأخرى اللي قدمها يعني امرأة من زمن الحب، ضمير أبلة حكمت، كمية من الأعمال قدمها أهالينا، أنا وإنت وبابا في المشمش، عصفور النار، أبو العيلة البشري، واحد واثنين، مسلسلات كتيرة جدا المصروية. أسامة أنور عكاشة هو الحكاء المصري الخاص بالبيوت. بالبيوت ليه؟ لأنه يمكن التألق الشديد، رغم طبعا قدم في السينما أكتر من عمل، ولكن التألق الشديد كان من خلال الدراما التلفزيونية. تقدر تقول عليه عميد الدراما التلفزيونية في الكتابة، وتقدر ترجع لكل مسلسلاته وتشاور تقول أيوة الحلمية ده كان تاريخ مصر فعلا، زيزينيا دي الأحياء اللي موجودة في اسكندرية واللي ليها تأثير. فأشياء جميلة جدا هتبقى موجودة من خلال الفيلم الوثائقي اللي فيه شهادات كتيرة من الفنانين والفنانات والمخرجين وكل من عمل مع الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة في شهر يوليو، حتتألق على شاشة الوثائقية.